شاهد قبل الحذف فضيحة برنامج رامز جلال، فضيحة رامز جلال مع نسرين مش عارف ايه الممثلة، فضيحة رامز جلال مع محمود حميدة، فضيحة رامز جلال، ايه اللي حصل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفت نظري مئات الفيديوهات، عشرات الفيديوهات، يعني اي عدد انت عايز تقوله، وبيدخلوا بيعملوا ترند على البحث في يوتيوب وفي مواقع البحث الاجتماعي وفي كل حاجه. فضيحه ليه يا جماعه؟ بندور على فضايح وعامله ملايين المشاهدات ومركزين مع رامز وينتقدوا رامز ويعملوا. انا ما عنديش مشكله، انا ماليش علاقه بالموضوع خالص، ولا ليه علاقه بالقناه، ولا ليه علاقه بام بي سي. دي شركه هدفها الربح وخلاص، بتصرف وبتعمل اعلانات وبتجيب ناس وبتدفع لهم فلوس وبتكلف وبتعمل افكار، بيعملوا افكار وهي من وجهة نظرهم انها ناجحة. انت بتشاهد خلاص، لكن في ناس شغالة على كلمة فضيحة، بتحس ان الفيديو نفسه ممكن يجيب مليون مشاهدة، كلمة فضيحة تجيب 4-5 مليون مشاهدة. ليه؟ ليه بندور على الفضايح؟ ليه احنا بنخش نعمل سيرش على كلمة فضيحة؟ يعني حاجة انا عن نفسي مستغرب، يعني مستغرب بجد. يعني مركزين احنا مع الفضايح جامد، احنا في شهر رمضان وفي الايام الاخيرة والنهاردة ممكن كل ليلة قدر ومركزين احنا مع الفضايح. شاهد فضيحة رامز مع لما هو فضيحة، بتتفرج عليه ليه؟ يعني هو انت شايف ان هو له فضايح وله، هو راجل بيعمل شغله وهو دي اكل عيشه من كده، ولو راجل بيشتغل وشايف نفسه خلاص مفيش مشكلة، انت ليه تدور بقى على الفضايح؟ ومشكلة انا ملاحظة حتى في ماتشات الكورة، امبارح ماتش دخلت والله العظيم قفلت البث المباشر، بتفرج على ماتش شتايم، حاجة رهيبة، يعني ماتش كورة شتايم، يعني حاجة استغفر الله العظيم يا رب. يعني انا تخيلت وانا والله بجد فاتح البث المباشر ولقيت كمية الشتايم، وفي ملحدين داخلين بيشتموا على حاجة، بيتكلموا بطريقة مستفزة. انا تخيلت او افتكرت الآية حتى ياخدوا في حديث غير، ومرضتش اكمل البث المباشر وغيرت القناة خالص بسبب الشتائم اللي كانت موجودة، وربنا يسترها علينا.